حب البنات مهيب النشواتي ده انا تقريبا بجد؟ يعني اكتر شخصيه قريبه قريبه لشخصيتي انا. انا اللي هو دايما احل مشاكل صحابي وانا اللي والقريب دايما من صحابه بالظبط كده وصحباتي البنات يقعدوا يفضفضوا بالظبط كده وبتاع فقريب مني جدا. و ايه تاني وعايز اقول لك لما كتبت تيمور وشفيقة لان انا كنت عارف ان انا بكتبه للسقة ومنى فانا كتبت شخصيه السقة وشخصيه منى يعني السقة هو الشخص الذكوري جدا اللي بيغير اللي بيغير لا واللي هو يقف وظهره وجدع ومش عارف ايه ومنى الشخصيه العنيده اللي عندها بشخصيتها وما بتحبش حد يمشي كلامه عليها فالقريبين من شخصيتهم بس مش 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 حدود. يعني انت دلوقتي احيانا ممكن تيجي تكتب عمل لنجمه معين او نجمه معينه تكتبه بطريقه تقول تبقى شبهه الحقيقه مش دايما لا بس هي بحسك مع يسرى برضو كده لا بس يسرى اصل يسرى ممثل شاطر هتكتبي اي شخصيه هيعملها حلو فيسرى اي شخصيه هكتبها هتعملها حلو دي يسرى فيعني يعني يعني شربات دي ما شخصيه بعيده كل البعد عن يسرى بس من احب الشخصيات بس الى قلبي احب الشخصيات لقلبها وقلبي يعني احنا الاثنين بنموت في شربات دي صح هي دايما كانت تقول لي انا الشخصيه دي عملتها وانا مبسوطه قوي 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 المسلسل ده كمان كواليسه كانت حلوه حلاوه كان لذيذ جدا. طب دلوقتي بقى تاجر المخدرات اللي جاي من دمياط ده ايه عملتها ازاي دي والله العظيم بعيد عنك دي برضو مصحف ما اعرف انا بقول لك انا لما كلموني انا اولا اللي رشحني الكاستنج دايركتور خلاص محمد شاهين ولقيت احمد فوزي المخرج رحب يا جماعه انا فاحمد لما كلمني قلت له انا ابعد واحد في الدنيا عن البتاع قال لي ما انا جايبك عشان انت ابعد واحد في الدنيا مالكش دعوه وبتاع ما اعرفش ايه قلت له طيب ماشي فروحنا فالراجل بيتكلم دمياطي خلاص انا ايوه بس انا متربي في بيت رجاء الجداوي اللي هو جوزها حسن مختار البورسعيدي خلاص وكنت كتير بروح بورسعيد وهي من الاسماعيليه بس لا عشان اهل انكل حسن كلهم لسه في بورسعيد لغايه دلوقتي فكنا نروح لهم وهي لغه معديه اللغه الدمياطي والبورسعيدي لغه معديه يعني بتتعدي منها بتكلم يعني انا فاكر مثلا لما صغير كنت حافظ من عندهم من البيت كلمات ايه مثلا يعني مش كلمات معينه بس يعني لا في شويه حاجات كده يعني انا فاكر مثلا حبيبي الله يرحمه قعر الرز ده اللي بتاع اسمه الحكيكه الحكيكه وهي اللي عشان بتحكيها كده ايوه اللي تحت اللي انا هو كان بيحبه قوي انا كنت بحبه قوي في كم اكولات عندهم كده قصدي مصطلحات عندهم بتاعتهم كده وهو ستيل السلانج لماده الكلام دي وجوز امي كان دمياطي وعايش معايا 35 سنه الله يرحمه فلما جيت اشتغل لما جيت اشتغل راحت طالعه فقلت الحمد لله الناس في الشارع